يبقى الاهلي هيلاعب الاسماعيلي يوم الاربع في اسكندريه، وبعدين الاسماعيلي هيروح يلاعب الزمالك يوم السبت في اسماعيليه. يبقى الاسماعيلي مريح ايه؟ مريح الخميس والجمعه، وهيلعب السبت في اسماعيليه مع مين؟ مع نادي الزمالك. وانبي اللي هيلاعب الاهلي يوم السبت مريح ثلاث واربع وخميس وجمعه، وهيلعب يوم السبت مع النادي الاهلي في القاهره. طب يعني هل ده كلام؟ هل دي معناها عداله؟ انا بسال، هو سؤال وعلامه استفهام. لعبنا يوم السبت والاربع وهنلعب السبت كاهلي. طيب انبي والاسماعيلي مره تانيه، انبي هيلعب بكره سموحه في اسكندريه، وبعدين هيقعد ثلاث واربع وخميس وجمعه، ويلعب هيلعب سموحه في القاهره، هيقعد ثلاث واربع وخميس وجمعه مريح، ويستنى الاهلي يوم الخميس، والاهلي هيلعب الاسماعيلي يوم الاربع. ومره تانيه بقول، وما ادراك مباراه الاهلي والاسماعيلي تبقى عامله ازاي؟ فبالتالي هو الموضوع بس كده ايه، عشان في اربع خمس فرق، لو حضراتنا لو بس ركزنا شويه في الموضوع ده هنعرف. وهو سؤال، انا لا اقصد شيء باي حال، بمنتهى الهدوء احنا بنطرح قضيه وبنطرح تساؤلات هاديه جدا، علشان لو حد عنده اجابه للكلام اللي احنا بنقوله ده يا ريت يقوله لنا. لو حد عنده اجابه يقول لنا. المفروض ان الفرق اللي بتلعب والتنافس خلال الست ماتشات الاخيره دي، يعني بعد ست ماتشات احنا عندنا 18 نقطه، عايزين ناخد منهم 18 نقطه، اكيد المنافس عايز يعمل كده، اكيد بقيه الفرق اللي بتتنافس على الهبوط عايزه تاخد النقاط الفتره اللي جايه، فعشان كده ليه ما تبقاش المباريات كلها في يوم واحد؟ ليه ما حضرتك ما تعملش كل المباريات اهلي وزمالك بيتنافسوا على الدوري العام، وبالتالي ما تخليش واحد بسيط زيي يطلع يتكلم في حاجه زي دي؟ عشان اللي ياخد دوري ياخده بعداله. اللي ياخد دوري ياخده بعداله، لكن انت هتلاعب الاهلي والاسماعيلي يوم الاربع، وبعدين الزمالك والاسماعيلي يوم السبت، يبقى الاسماعيلي رايح عامل ازاي يوم السبت في اسماعيليه بيلاعب الزمالك؟ وهو لاعب الاربع الساعه 9 بالليل. ومباريات الاهلي والاسماعيلي دايما بتبقى مباريات صعبه جدا، وكل اللاعبين اللي فيها بيبذلوا اقصى مجهود، وبالتالي غير السفر من اسكندريه لاسماعيليه، غير السفر من اسكندريه لاسماعيليه. وبالتالي خدوا بال حضراتكم بس من الكلام ده، لانه كلام مهم جدا جدا جدا. يا عم اسلام، وانت بتتكلم في 24 ساعه؟ اه بتكلم في 24 ساعه، انا بتكلم في ساعه كمان. الساعه بتفرق مع اللاعب في مثل هذه الظروف ومثل هذا التوقيت، لانه توقيت صعب جدا. ست ماتشات في اخرهم، ربنا يكرمنا ان شاء الله ب 18 نقطه ناخد الدوري العام المصري رقم 43، اللي احنا هنتعب فيه جدا جدا جدا، لان كل المباريات السته القادمه هي مباريات صعبه للغايه للنادي الاهلي، وبالتالي لازم تبقى الناس كلها متساويه في كل شيء. بالمناسبه انا واثق جدا في لعيبه النادي الاهلي، كلنا كجمهور النادي الاهلي، مش انا، كل جمهور النادي الاهلي واثقين في لعيبتنا جدا. حضراتكم شفتوا في مباراه سيراميكا كليوباترا ايه اللي حصل، اداء جيد جدا من كل اللاعبين، اربع اهداف ومميزات كثيره جدا وايجابيات كثيره جدا في هذه المباراه، ولكن عندنا ثقه كبيره جدا. ولكن في نفس الوقت زي ما بتريح بقيه الفرق، انا عايزك تريح النادي الاهلي لو سمحت، او تخلي الناس كلها تلعب في توقيتات واحده، خصوصا الناس اللي بتتنافس سواء في قمه الدوري او في او على الهبوط. لكن انا هنا بتكلم النادي الاهلي، او انا هتكلم عن النادي الاهلي. فحضرتك مريح لي امبي من يوم الثلاث، يعني الثلاث واربع وخميس وجمعه، وهيجي يلعبني يوم السبت. والاسماعيلي حضرتك ملعبه مع الاهلي يوم الاربع، وبعدين هتلعبه مع الزمالك يوم السبت في اسماعيليه. طب ده ليه؟ أنا ما فهمتش الحقيقة، وأتمنى إن حد يطلع يفهمني. وبالمناسبة إحنا ما عندناش أي مشكلة، وبنحب نسمع، وبنحب دايما نتكلم، وبنحب نقول وجهات النظر المختلفة، ما عندناش أي مشكلة في أي حاجة. فكل اللي أنا بطلبه بس إن إحنا ناخد بالنا من الفترة اللي جاية، لأنها فترة صعبة جدا. مش
مش عايزين حد يطلع يتكلم في اي حاجه، عايزين الناس وهي طالعه تتكلم. ان شاء الله الاهلي ياخد الدوري يبقى واخده وهو عن جداره واستحقاق وكل شيء. ما عندناش اي مشكله مع اي حد، ولكن في النهايه من فضل حضراتكم العداله حتى في تنظيم المسابقات والمباريات خلال الست ماتشات دول. هم كلها 15 16 يوم، وان شاء الله يبان اللي هيحصل ايه ومين هياخد الدوري. ان شاء الله يبقى من نصيب النادي الاهلي ان شاء الله، ولكن من فضل حضراتكم لو سمحتوا خدوا بالكم من مثل هذه الامور. ولو حد عنده تفسير، ممكن حد يقول اصل الزمالك بيلعب في اسكندريه والاهلي بيلعب في القاهره، ممكن يكون في تفسيرات للموضوع كثيره جدا، ولكن ما فهمتش برضو. انا مش فاهم هو ليه امبي وليه الاسماعيلي اللي هيلعبوا الاهلي والزمالك، واحد بيلعب يوم الاثنين وواحد بيلعب يوم الاربعاء، وبعدين يسافر الاسماعيلي يسافر من الاسكندريه للاسماعيليه عشان يستنى الزمالك. حاجه غريبه جدا، وبالنسبه لي هي علامه استفهام. اتمنى ان حد يطلع يقول لي قد تكون في حاجه غايبه عننا، قد تكون في حاجه غايبه عننا. اطلعوا بس قولوا لنا يا جماعه من فضلكم ليه حصل 1 2 3، ما عندناش اي مشكله في هذا الامر.